النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيجن وهنركز على تريج سيرت بريب. السؤال الأولاني بيقول بروف ذات إن كوساين 60 إيكوال كوساين سكوير 30 ماينس ساين سكوير 30. فأنا عشان أثبت إن الليفت هاند سايد إيكوال الرايت هاند سايد فبمسك كل واحد واحد. يبقى نقول أول حاجة إن الليفت هاند سايد اللي هو عبارة عن كوساين 60، طبعا كوساين 60 المفروض إن إحنا حافظينها، لو مش حافظينها هنجيبها بالكالكوليتر بتطلع هاف. نيجي بقى الرايت هاند سايد اللي هو عبارة عن كوساين سكوير 30 ماينس ساين سكوير 30. يبقى نقول ايكوال، هي كوساين 30 بكام؟ بروت 3 اوفر 2 ونعملها باور 2 ماينس ساين 30 اللي هي هاف باور 2، روت 3 اوفر 2 باور 2 اللي هي 3 اوفر 4 ماينس هنا 1 اوفر 4، ولما نعملهم ماينس هتطلع 2 اوفر 4 اللي هي برضه تطلع ايه؟ هاف. يبقى اقول له زيرفور ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. تمام كده؟ في طالب بيقول يا مستر طب انا عايز اعرف من غير كالكوليتر ازاي اجيب الساين والكوساين بتاعت اي انجل. فانا هنا لو عندي ترانجل زي كده، طبعا احنا عندنا سبيشال انجلز اللي هي 30 و60 و45 بس. تمام؟ ادي هنا عندي تراينجل، لو الانجل دي بيكون 90 وهنا دي 30 ودي 60، احنا خدنا ان السايد الاوبوزيت لل 30 اللي هو دون هاف الهايبوتنس اللي هو مين اللي هو ده. وبجيب التالت ازاي؟ كنت بعمل سكوير روت كده، بعمل الهايبوتنس باور 2 4 باور 2 ماينس 1 باور 2 سوري 2 باور 2 ماينس 1 باور 2 يعني 4 ماينس 1 يدينا روت 3. طب من هنا اقدر اجيب الساين 30. تمام، الساين 30 عباره عن الاوبوزيت على الهايبوتنس طلع هاف، يبقى انا عرفتها كده من غير حتى كالكوليتور. طب عايز اجيب الكوساين 30 الادجيسنت اوفر الهايبوتنس يبقى رو 3 اوفر 2. طب بالنسبه لل 60 نفس النظام، ادي ساين 60، طب الساين ده عباره عن ايه؟ اوبوزيت اوفر هايبوتنس يبقى رو 3 اوفر 2. طب الكوساين، كوساين 60 ادجيسنت اوفر هايبوتنس اللي هي كام؟ اللي هي هاف. وهنا كان عندنا الكوساين حطينا مكانها هاف، وهنا الساين 30 ادي الساين 30 حطينا برضو مكانها هاف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي بروف ذات 10 60 ايكوال 2 10 30 اوفر 1 ماينس 10 سكوير 30. فهنمسك الليفت هاند سايد اللي هو عباره عن 10 60 ونعملها بالكالكوليتر او بقى بالطريقه اللي احنا عارفينها، هتطلع روت 3. طب نيجي بقى هنا الرايت هاند سايد اللي هو عباره عن 2 10 30 over 1 minus 10 square 30 يبقى 2 time 10 30 اللي هي 1 over root 3، والكالكوليتر بيكتبها root 3 over 3 الاثنين صح، minus 1 10 30 برضو اللي هي root 3 بس باور 2، يعني هتطلع بالكالكوليتر root 3 over 3 اللي هتطلع 1 over 3. طبعا ده هيبقى equal اللي فوق هيبقى كأنه 2 root 3 over 3، واللي تحت دي 3 اوفر 3 شيلنا منها 1 اوفر 3 تبقى 2 اوفر 3. واحنا خدنا في ابتدائي لما اعمل حاجه ديفايدد حاجه يبقى الاولاني اخليه زي ما هو والتاني اعمل له تايم بس بقى اقلبه، يبقى هنا 3 اوفر 2، ال 3 هتطير مع ال 3 وال 2 هتطير مع 2، في الاخر الاجابه طلعت كام؟ طلعت رو 3 زي هنا الليفت هاند سايد. يبقى اقول له زيرفور ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. تمام كده؟ ادي عندي الرسمه، نفس الرسمه تاني كده، ادي هنا 30 طبعا ده رايت ودي هنا 60 دي هنا 1 ده 2 وده روت 3. طب انا عايز اجيب ال 10 قلنا 10 60 يبقى ال 10 عباره عن ايه؟ الاوبوزيت اوفر الادجيسنت روت 3 اوفر 1 طلعت فعلا روت 3. طبعا عندنا 10 30 ادي 10 30 الاوبوزيت اوفر الادجيسنت 1 اوفر روت 3، 1 اوفر روت 3 هي روت 3 اوفر 3. السؤال اللي بعد كده بيقول لي فاين ذا فاليو اوف اكس، وقال لي الاكس دي بين 0 و 90 واحنا ما عندناش في المنهج غير كله اكيوت انجل اللي هو 0 و 90. لما نكبر السنه الجايه ان شاء الله في اولى ثانوي بناخد حاجات ثانيه. قال لي ساين 2 اكس ايكوال ساين 60 كوساين 30 ماينس كوساين 60 ساين 30. عايز اجيب الفاليو بتاعت الاكس، فبكتب هنا اللي ما فيهاش اكس طبعا او اللي فيها اكس اللي انا عايز اجيبها بسيبها زي ما هي. طب ساين 60 اللي هي رو 3 اوفر 2 جنبها كوساين يعني تايم، كوساين 30 برضه هي روت 3 اوفر 2 ماينس كوساين 60 اللي هي هاف تايم ساين 30 برضه هاف. يبقى كده عندي ان ساين 2x ايكوال روت 3 تايم روت 3 يبقى 3 و2 باي 2 4 ماينس 1 باي 1 1 و2 باي 2 4
يبقى كده برضو وصلنا ان ساين 2x هتطلع دي ماينس دي ب هاف، تمام. طب ساين حاجه ب هاف هي ساين مين؟ ساين الثيرتي. طب انا مش عارف يا مستر اجيبها ازاي، هعمل شيفت ساين هاف. يبقى بنكتب بالكالكوليتور، مش ضروري نكتبها طبعا في الاجابه، بنعمل شيفت ساين هاف بالكالكوليتور كده هيدينا كام؟ 30. يبقى انا المفروض يبقى دي 30، يبقى انا كده عندي ان 2x ايكوال 30، ومنها الاكس الواحده 30 ديفايد 2 هتطلع كام؟ هتطلع 15 ديجريز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي A B C is a right angle triangle at B، يعني عندنا triangle right عند B، ادي التراينجل كده. اسمه E، قال لي right عند B فبحط الرايت هنا، وادي C. هنا بقى قال لي معلومة مهمة 2AB equal root 3AC، فأنا عندي المعلومة إن 2AB equal root 3AC، وإحنا عارفين من الريشيو إن اللي بيروح ما بيرجعش فاضي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو قلت إن الـ AB over الـ AC هتبقى root 3 over 2، تمام كده؟ يبقى يعني عند الـ AB عندها كام؟ رو 3، وعند الاي سي كام؟ 2. طبعا ده مش لينس، ده وان ريشيو يا ولاد، تمام كده. اعرف اجيب السايد التالت؟ اه، بجيب السايد التالت اللي هو البي سي عن طريق البايساجراس، سكوير روت الهايبوتنس باور 2 اللي هو 2 باور 2 ماينس رو 3 باور 2، هتبقى 4 ماينس 3 هيطلع بكام؟ يطلع ب 1. بيقول لي فايند ذا تريجونومتريك ريشيوز اوف سي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هات كل الايه الفانكشن للسي. يعني ايه الفانكشن؟ هجيب الساين بتاعت السي، واجيب الكوساين للسي، واجيب كمان التان للسي، تمام. طب الساين عباره عن ايه؟ الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس اللي هي روت 3 اوفر 2. طب الكوساين ادجيسنت اوفر هايبوتنس اللي هي هاف. طب التان الاوبوزيت اوفر ادجيسنت يبقى روت 3 اوفر 1 اللي هي تطلع روت 3. طب ممكن كمان يقول لنا عايز اجيب الميجر بتاع الانجل سي، اي واحده من دول اعرف اجيب الميجر. طب دي اجيبها ازاي؟ شيفت ساين روت 3 اوفر 2، تمام كده. هنا الكوساين شيفت كوساين 1 اوفر 2، ونفس النظام، وكلهم هيطلعوا نفس الاجابه يا اولاد، كل مره هنا هتطلع ايكوال 60. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر، في الشكل دون عايز اجيب الفاليو بتاع 10 سي اي دي بلس 10 بي اي دي اوفر 10 سي اي دي ماينس 10 بي اي دي، تمام. طبعا اول حاجه عشان اجيب الساين او كوساين او التان لازم اعرف الايه اللينس بتاع السايد. فهنيجي في الترينجل دون، ادي طبعا دي ده بيربنديكولار عندي 90، واللي جنبها برده 90، ده الهايبوتنس وده السايد، يبقى اقدر اجيب الاي دي. طب الاي دي ده اجيبه ازاي؟ الاي دي عباره عن السكوير روت الهايبوتنس باور 2 15 باور 2 ماينس 9 باور 2، بالكالكوليتر على طول هتطلع كام؟ طلع ب 12، تمام. طب نيجي في الاي ترينجل على الرايت دون، ده 12 وده 13 الهايبوتنس، عارف اجيب البي دي، تمام. البي دي بنفس النظام هنعمل سكوير روت الهايبوتنس باور 2 13 باور 2 ماينس 12 باور 2، وتطلع كام؟ تطلع 5. نشوف بقى هو اللي طلبه مني. طلب مني تان سي اي دي، فين السي اي دي؟ سي اي دي اللي هي الانجل دي. طب التان عباره عن ايه؟ عباره عن الاوبوزيت اوفر مين؟ اوفر الادجيسنت، يعني كانها 9 اوفر 12 بلس 10 بي اي دي، بي اي دي برضه التان هنا. طب التان هنا البي اي دي الانجل دي الاوبوزيت اوفر ادجيسنت اللي هي 5 اوفر 12. طب هنا التان لسه جايبينها مدين هي دي، تمام كده، يبقى 9 اوفر 12 ودي هي دي ماينس 9 اوفر 12. هنمسك اللي فوق نعملهم بلس، تمام كده، هتبقى في تحت 12 واللي فوق هنا 14 ديفايدد، اللي تحت بقى هنعمله ماينس هنا في سوري ديا احنا هنا ديا 5 عشان دي زي ديا، اللي تحت هنا هنعمل لهم ماينس تبقى 12 ودي 4، تمام. حاجه ديفايدد حاجه ممكن اعملها بالكالكوليتر، او ممكن اكتب ادي الاولاني زي ما هو والديفايدد بخليها تايم، وده بشقلبه تبقى 12 اوفر الفور. ال 12 هتمشي مع 12 ديفايدد 4 فيها 2 ديفايدد 4 سوري ديفايدد 2 فيها 2 ديفايدد 2 فيها 7، تبقى 7 على 2 او ايكوال 3 اند هاف. السؤال اللي بعد كده قال لي اي بي سي دي ترابيزويد او ترابيزيوم، ادي عندنا ترابيزيوم هنا وده ده وده بارلل، وعايز اجيب كوساين دي سي بي ماينس 10، او بيقول لي بروف ان كوساين دي سي بي ماينس 10 اي سي بي ايكوال هاف. طبعا هنا الترابيزيوم مرسوم يا ولاد، تمام. هنا بقى لو دي مش مرسومه لازم اعمل ايه؟ بيربنديكولار، لان احنا عندنا كل الشغل لازم الترينجل يكون رايت، غير كده مش هعرف اشتغل في الترج خالص، تمام كده، لان انا عايز ايه كلمه ترج؟ يعني نتكلم عن الترينجل، والترينجل نوعه ايه؟ رايت.
فانا هنا عندي ديان 6 عملت بربنديكولار هتطلع ديان 6 زيها لان الشكل ده بقى ايه ريكتانجل. طب دي 3 يبقى دي 3 زيها. طب دي كلها 10 شلت منها 6 يبقى الجزء اللي فاضل ده 1 4. طب هنا ديان 3 و 4 اعرف اجيب الهايبوتنس اه سكوير روت 3 بار 2 اللي هو الدي سي بنجيبه كده بلس ال 4 بار 2 هيطلع كام؟ طلع ب 5. هنبقى هو بيقول لي بروف الكلام دوت. فاحنا بقى ايه نشوف اللي ناقص. كوساين دي سي بي فين الدي سي بي؟ دي سي بي طبعا ده كله اللي مقصود بالانجل دين يبقى هجيب كوساين الانجل دين. طب الكوساين ده عباره عن ايه؟ عباره عن الادجيسنت اوفر الهايبوتنس يبقى 4 اوفر 5 ماينس تان اي سي بي. اي سي بي اه الانجل دين. طب التان فبشوف يا اولاد هي موجوده في الترانجل الكبير خالص الاوبوزيت اوفر الادجيسنت اللي هي 3 اوفر ده كله عشان انا بتكلم على الترانجل كله اللي هو مين؟ اللي هو 10 واعملها ماينس بالكالكوليتر او ممكن اعمل باي 2 باي 2 تبقى 8 اوفر 10 ماينس 3 اوفر 10 تطلع 5 اوفر 10 اللي هي ايكوال هاف وده ايه اللي هو طلبه في المساله. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي اي بي سي دون تراينجل ماشي كده قال لي ان الاي بي ايكوال الاي سي ايكوال 10 ما قاليش رايت ولا حاجه وقال لي البي سي ب 12 طبعا هنا اتنين قد بعض يبقى التراينجل ده نوع هيكون ايه؟ هيكون ايسوسليس. ادي هنا عندي التراينجل كده وهنرسم ديا كده عشان هو ايسوسليس ترينجل يبقى تو سايد قد بعض. ال AB ايكوال AC يبقى الفيرتكس هو ال A ادي AB وادي AC كل واحد منهم ب 10 وقال لي البيس اللي تحت ب 12 تمام. عايز اجيب ميجر اوف انجل B عايز اجيب الانجل ده تمام كده. طب هجيب الانجل ده ازاي؟ لازم الترينجل يكون فيه ايه رايت انجل مفيش رايت يبقى انا لازم هعمل هنا ايه بيربنديكولار يبقى هنقول درو AD بيربنديكولار على ال BC. وفي كلام خدناه في تانية اعدادي سينس ان الترينجل ده ايسوسليس والاي دي بيربنديكولار يبقى زيرفور ان البي دي ايكوال الدي سي ايكوال 12 ديفايد 2 يبقى دي ام ب 6 ودي 6. يبقى تاني لو عاوزين عملنا ايه درو اي دي بيربنديكولار على البي سي تمام واقول له سينس ان الاي بي ايكوال الاي سي اند الاي دي بيربنديكولار على البي سي يبقى زيرفور ان الدي بي ايكوال الدي سي. فاضل بقى اجيب الهايت ده. طب انا هنا عاوز اجيب الاي دي اللينس بتاع الاي دي. طب اجيب الاي دي ده ازاي؟ الهايبوتنس موجود وهنا ده السايد ده موجود يبقى سكوير روت الهايبوتنس 10 بار 2 ماينس 6 بار 2 هيطلع ب 8 سنتيمتر. بيقول لي عايز اجيب ميجر اوف انجل بي. طب الانجل بي موجوده في الايه؟ في الترينجل ده. طبعا البي قد السي لان هو بقى ايسوسليس او هو ايه؟ من الاول ايسوسليس. طب ميجر اوف انجل بي فانا البي دي اجيب لها اي حاجه اجيب لها ساين كوساين تان وات ايفر يعني تمام. فانا عندي 6 موجوده من الاول وال10 نجيب لها هنا الكوساين يبقى كوساين البي هتبقى 6 اوفر ال10. طب اعرف اجيب البي؟ اه تمام. اجيب البي ازاي؟ البي عندنا هنعمل شيفت كوساين 6 اوفر 10 ايكوال كوما ونجيبها بالكالكوليتر. ادي الكالكوليتر عشان نقول يبقى شيفت كوساين شيفت كوساين ونفتح براكت فراكشن 6 اوفر 10 او 3 اوفر 5 هي هي ايكوال كوما طلعت كام؟ طلع الانجل بي 53 degrees يبقى measure of angle B بالكالكوليتور طلعت 53 degrees و 7 minute و 48 second تمام كده. يبقى احنا كده جبنا measure of angle B. بعد ما جبنا الانجل B بيقول لي عايز ان بروف ان الساين B بلس الكوساين B 1.4 تمام كده. فانا همسك ايه؟ هنقول الساين B بلس الكوساين B ايكوال هي الساين B عبارة عن ايه؟ الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس يعني 8 اوفر 10 بلس الكوساين سي كوساين سي ادجيسن اوفر هايبوتنس يبقى 6 اوفر 10 لما نعملهم بلس ادي 10 ودول هتطلع 14 اللي هتطلع 1.4 ويبقى احنا كده ايه اثبتنا الايه المسبوق الفيرست ريكوايرد او السكند. بعد كده بيقول لي بروف ان الساين سكوير سي بلس كوساين سكوير سي برضه ايكوال 1. هنيجي للساين سي هو الساين عباره عن ايه؟ اوبوزيت اوفر هايبوتنس يبقى 8 over ال 10 هو قال لي هنا باور 2 بلس كوساين السي ادجيسنت اوفر هايبوتنس 6 اوفر ال 10 باور 2 وطبعا دي 64 اوفر 100 و 36 اوفر 100 يبقى 100 اوفر 100 يبقى كده ايكوال 1 او بالكالكوليتور يبقى احنا ايه ده عملنا السكند. بعد كده بيقول لي اي بي سي ترينجل رايت ات السي او رايت ترينجل ات سي وقال لي الاي بي 10 البي سي 8 بيقول لي بروف ذات ان ساين اي كوساين بي بلس كوساين اي ساين بي ايكوالز 1. ادي هنا نرسم الترينجل بتاعنا
هو ترينج رايت عند السي، ادي السي كده، وادي هنا اسمه اي بي سي، قال لي الاي بي 10 يبقى دي 10 سنتيمتر، البي سي 8 هنجيب طبعا الاي سي عن طريق البيساجراس، الاي سي فبقول سكوير روت الهايبوتنس باور 2 ماينس البي سي باور 2 اللي هو ال 8 باور 2 هيطلع كام؟ 6 سنتيمتر. هنا هنجيب بقى كل حاجة من دول وحدها، هنجيب ساين اي، الساين الاي اللي هو الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس 8 اوفر 10، كوساين البي adjacent over the hypotenuse يبقى 8 over 10، بعد كده كوساين ال A، ادي ال A الكوساين adjacent over the hypotenuse 6 over 10، واخر حاجة خالص كوساين ال سوري ساين ال B، ساين ال B اللي هو ال opposite over the hypotenuse 6 over 10، وبعد كده نعمل substitution، هي الساين A تلعب بكام؟ 8 over 10 او 4 over 5 تبقى 8 over 10 تايم كوساين ال بي برضو 8 اوفر 10 زيها بلس كوساين ال اي 6 اوفر 10 او 3 اوفر 5 تايم ساين ال بي اللي هي كام 6 اوفر 10. طبعا بالكالكوليتر هتطلع فعلا، وانا عاوز تعملها ايه من غير كالكوليتر، 8 باي 8 64 تبقى 64 اوفر 100، وهنا 6 باي 6 36 و 10 باي 10 برضو 100، هنعمل اللي تحت 100 واللي فوق نعملهم بلس تبقى 100 اوفر 100 ايكوالز 1. السؤال اللي بعد كده بيقول لي due to the wind the upper part of a tree was broken، عندنا بسبب الايه الرياح عندنا ال upper part الجزء العلوي للشجرة اتكسر، and be made with the horizontal an angle of measure 60 عمل مع الارض horizontal طبعا الافق angle 60. بيقول لي بقى هنا if the distance between the top of the tree يبقى المسافة بين التوب بتاع التري بعد ما اتكسرت and the base 4 متر، بيقول لي عاوز اجيب اللينس بتاع التري الشجرة، يبقى هنا عندنا شجرة مثلا هنتخيل ادي الشجرة كده، فهنا اتكسرت من الجزء ده الجزء ده مال فعمل كده تعمل كده او العكس، يبقى هنا عندنا ادي الشجرة فده لما اتعمل اتكسر كده، فلما اتكسر عمل ايه مع الارض انجل ايه 60، طبعا طول الشجرة اللي هو الجزء ده والجزء ده تمام، وطلعت الديستانس من هنا لهنا من التوب، ما دي كانت التوب فنزلت هنا، فلما اتكسرت الديستانس من التوب للبيس بتاع التري كام 4 متر، فهو عاوز يجيب اللينس بتاع التري كلها، فاحنا هنجيب الجزء ده والجزء ده ونعمل الاثنين بلس تمام. يبقى احنا هنا ادي الرسمه هي موجوده ممكن نرسمها تاني مفيش مشكله، ادي هنا عند الانجل دي موجوده تمام، انا ممكن احلها بكذا طريقه، ممكن احلها حتى بتاني اعدادي، هنا عندنا الانجل دي وادي هنا الادجيسنت، فانا ممكن اجيب دي اجيب للانجل دي اجيب لها ساين كوساين تان اي حاجه، يبقى هنجيب دي عشان طبعا لو اجيب التان يبقى هجيب ايه الاوبوزيت، لو جبت الكوساين هجيب مين؟ هجيب الهايبوتنس تمام كده، طبعا الساين هنا هتبقى صعبه شويه، يبقى هنا هنجيب الكوساين بتاع الانجل اللي هي 60 عباره عن الادجيسنت over الهايبوتنس، هنسمي الهايبوتنس ده مثلا هنسمي الشجرة كلها ادي بي اي سي تمام كده، يبقى هنا كوساين 60 الادجيسنت over الهايبوتنس اللي هو الاي سي، اقدر اجيب الاي سي تمام، يبقى الاي سي هيطلع 4 تايم 1 over كوساين 60، يبقى 4 تايم 1 over كوساين 60 وتطلع كام؟ هتطلع 8 متر، يبقى دي طلعت بكام؟ طلعت 8 متر، فاضل السايد ده اجيبه تمام، اجيبه ازاي؟ ممكن اجيبه بالبايساجراس اللي هو الاي بي، يبقى الاي بي هنعمل سكوير روت 8 باور 2 ماينس 4 باور 2 64 ماينس 16 هتطلع 4 روت 3، يبقى كده بقدر اجيب اللينس بتاع التري كلها، يبقى اللينس اوف ذا تري وهعمل ايه ال 8 بلس ال 4 روت 3 تمام كده، وتطلع ايه زي ما تطلع، هي تقريبا بالتقريب هتطلع 15 متر تمام. ممكن نحلها بطريقه ثانيه، ادي هنا الشجره بعد ما اتكسرت بقى شكلها كده، وادي الانجل 60 وهنا ديا 4 متر تمام، انا عايز اجيب اللينس بتاع التري دي كلها، طبعا انا ممكن دي 60 ودي 90 يبقى ديا 30، وانا خدت في ثانيه اعدادي الاوبز لل 30 هاف الهايبوتنس، يبقى الهايبوتنس ده 18، واجيب السايد الثالث ده بالبايساجراس طلع 4 روت 3، واعمل ال 8 بتاني اعدادي حليناها اهي بلس ال 4 روت 3
وطلع بتقريب 15 متر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي in the opposite figure find the length of AB، عاوز اجيب اللينس بتاع الاي بي to nearest tens. تمام، طبعا هنا عندي الاي بي، عاوز اجيب الاي بي، الهايبوتنس موجود والانجل موجوده، طب ايه العلاقه بين الانجل ولما يبقى فيها الاوبوزيت والهايبوتنس؟ يبقى انا اجيب اكيد الانجل مين، هجيب لها الساين، فانا عندي ساين اف سي ايكوال الاوبوزيت اللي هو الاي بي اوفر الهايبوتنس الاي سي، يبقى الانجل يبقى اقول له ساين ال 40 ايكوال الاي بي اللي انا عايز اجيبه اوفر الهايبوتنس اللي هو ال 12. وبعد كده عشان اجيب بقى الاي بي هعمل 12 تايم ساين 40 اوفر 1، واحنا كبرنا بقى اول ما نشوف كده هعمل ده تايم على طول، يبقى 12 ساين ال 40، وطبعا هنطلعها بالايه بالكالكوليتر، يبقى كده 12 ساين 40 في البراكت ايكوال طلعت ايه 7.7، يبقى في الاخر طلعت كام الاجابه؟ الاي بي هيطلع 7.7 بالتقريب يعني سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عايز اجيب هنا دون ادانا ال اي بي سي دون ده ريكتانجل ال اي بي 15 والهايبوتنس 25، عايز اجيب اول حاجه الانجل اي سي بي اللي هي الانجل دي. تمام، طبعا اقدر اجيب الانجل، انا عندي ادي التراينجل اهو، الانجل عندها الاوبوزيت وعندنا الهايبوتنس، يبقى اقول له ساين الانجل اللي انا عايز اجيبها اللي هي الاي سي بي ايكوال الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس، يبقى ساين ال اي سي بي 15 اوفر 25، ممكن اسيبها على كده او 3 اوفر 5، يبقى اقول له زيرفور ان ميجر بتاع الانجل اي سي بي واعمل شيفت ساين 3 اوفر 5 ايكوال كوما، يبقى هنا ده شيفت ساين 3 اوفر 5 ايكوال كوما طلع 36 ديجريز و 52 مينت، هنا 11.6 اللي بعد البوينت من اول ال 5 هيزود 1 و 12 سكند. بعد كده عايز اجيب الاريا بتاعت ريكتانجل، هو الاريا بتاعت ريكتانجل ايكوال ايه؟ طبعا عارفين كلنا، عيب قوي ان احنا في تالتة اعدادي مش عارفين الاريا، عبارة عن اللينس تايم الويتس. تمام؟ طب دون موجود، فاضل اجيب ده، ده ممكن اجيبه بكذا طريقة، ممكن اجيبه عن طريق التريج، او الاسهل عندي ده موجود وده موجود، هنجيبه عن طريق البايساجراس، يبقى هنجيب البي سي اللي هي عبارة عن سكوير روت الهايت باور 2 الهايبوتنس باور 2 25 باور 2 ماينس السايد باور 2، هيطلع كام؟ يطلع 20، يبقى ده 20، وانا عارف ان الاريا بتاعت الريكتانجل عباره عن لينس تايم ويدث، يبقى 20 تايم 15 وتدينا 300 سنتيمتر سكوير. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لو عندي 10 اكس ايكوال 4 كوساين 30 ماينس 10 60، وعايز اجيب الفاليو بتاعت الاكس، فانا هنا عندي ادي 10 الاكس زي ما هي ايكوال 4 تايم ساين 30 اللي هي كوساين 30 اللي هي روت 3 اوفر 2 ماينس 10 60 بالكالكوليتر طبعا هتطلع روت 3، يبقى كده عندي 10 الاكس ايكوال فيها ال 1 فيها 2 بالكالكوليتر يعني 2 روت 3 ماينس الروت 3، يبقى برضو 10 الاكس 2 روت 3 ماينس روت 3 هيطلع روت 3، يبقى كده اقدر اجيب الميجر اوف انجل اكس شيفت 10 روت 3 وتطلع كام؟ هتطلع 60 ديجريز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي if the ratio among the measures of interior angles of triangle 3 to 4 to 7، عايز اجيب الميجر بتاع each angle. تمام كده، فانا عندي دون ريشيو بين 3 انجل، فانا 3 انجل هنسميهم، هقول له let the measure of 3 angles او of the 3 angles equals هيطلع 3 يبقى 3x وهنا 4x وهنا 7x، طبعا ده تراينجل فانا عارف من زمان ان السم اوف انتيريور انجل 180 يبقى 3x بلس 4x بلس 7x كل الكلام ده ب 180، يبقى دول عاملهم بلس 14x هتطلع 180، يبقى عشان اجيب الاكس الواحده هعمل 180 ديفايدد باي 14 هتطلع 90 اوفر 7 ديجريز، انا جبت الايه الانجل الواحده. طب الاولانيه هتبقى كام؟ هتبقى 3 تايم، يبقى هنا عشان الاولانيه 3x يبقى 3 تايم 90 اوفر 7 وهتطلع نكتب ايكوال كوما تطلع 38 ديجريز بالكالكوليتر طبعا هنعمل ده تايم ده ايكوال كوما وبعد كده 34
minutes تقريبا 17 second. تمام. نيجي للتانية اللي هي 4x، يبقى هنعمل 4 تايم 90 اوفر 7. نعملها بالكالكوليتر كده عشان ايه نتأكد من الإجابة. هتبقى هنا دي 4 تايم 90 اوفر 7 سوري 7 ايكوال، وندوس على الكومة، طلعت 51 degrees و 25 minutes، وهنا 43 second. نتأكد من الأولانية برضو، الأولانية كانت 3 بس، طلعت 38 و 34 و 17 صح كده. ونجيب بقى الأخيرة، الأخيرة دي طبعا ممكن نجيبها بكذا طريقة، أعمل دي ان بلس دي ان ماينس 180، أو نعملها إيه، نشيل ال 3 دي نحط مكانها 5 كده، طلعت كام؟ طلعت 64 اللي هي آخر أنجل فيهم، سوري هي كانت كام؟ كانت 7، هتطلع طبعا 90 بس، ال 7 تطلع كام؟ تطلع 90 degrees. تمام كده؟ نحل برضو شوية مسائل على الديستانس بتوين تو بوينت. بيقول لي بروف ذات ان الترينجل اي بي سي ده وان ايسوسليس، هو امتى يكون الترينجل ايسوسليس؟ انا بجيب الثري سايد يا ولاد، لو الثري ايكوال يبقى ايكوالاترال، لو اتنين ايكوال يبقى ايسوسليس، لو الثري ديفرنت يبقى اسمه ايه سكارين. هو قال لي بروف دون ان ده ايسوسليس، فانا هنجيب التلاتة اكيد اتنين هيبقوا قد بعض. يبقى هنجيب الديستانس اي بي، قانون الديستانس بنعمل سكوير روت باور 2 بلس باور 2 بلس، وهنا في النص ماينس، ادي الاي بي هنعمل 1 ماينس ماينس 4 يعني 1 بلس 4 و 2 ماينس 2، دي هتطلع بكام؟ هتطلع 5 لينس يونت. طب نجيب البي سي، سكوير روت باور 2 بلس باور 2 بلس ماينس ماينس البي سي نيجاتيف 4 ماينس 1، وبعد كده 2 ماينس 6 دي هتطلع 25، ودي 16 هتطلع روت ال 41 لينس يونت. فاضل الاي سي المفروض تطلع زي واحده منهم، الاي سي بنعمل سكوير روت باور 2 بلس باور 2 بلس، هنا في النص ماينس، الاي سي 1 ماينس 1 1 ماينس 1 و 2 ماينس 4 دي هتطلع 2 ماينس سوري 6، طلعت 4 لينس يونت. تمام كده.